عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو الثالث عن الفيتشرز الخاصة بالنست جي اس. بالفيديو السابق تكلمنا عن الفاندمنتالز مثل السيركلر ديبندنسي والتستنج، وهذا الفيديو إن شاء الله راح نبدأ بعدة مصطلحات داخل التكنيكس الخاصة بالنست جي اس. طبعا التكنيكس الأولى اللي هي عبارة عن اوثنتيكيشن، احنا تحدثنا عنها داخل النست جي اس وعملنا اوثنتيكيشن لسيستم كامل واستخدمنا الجي دبليو تي والباسبورت استراتيجيز. لاحظوا هنا Passport is the most popular Node.js authentication library. Okay. فيعني احنا استخدمناها داخل السيستم وعملنا شيء يسمى بال، طبعا هنا في عنا JWT strategy 1 strategies الخاصة بالاوث، في عنا الاستراتيجي، في عنا JWT strategy، وهون طبعا بالنسبة للJWT strategy استخدمناها، وبالنسبة للباسبورت strategy استخدمناها as a module. يعني رحنا على الاوث module تمام وعملنا exporting لهي الموديول الخاص بالباسبورت module. يعني وبعد ما عملناها لإكسبورت طبعا استخدمناها بقية الموديولز لحماية الريسورسز تمام. في عنا بالنسبة شيء آخر بالنسبة للباسبورت، في عنا بالنسبة للاستراتيجيز طبعا احنا نزلنا هذول المواضيع، واذا رحنا فعليا على الباكج دوت جيسون فايل راح تلاحظوا انه في عنا داخل الباكج دوت جيسون في عنا داخل الديبندنسيز نزلنا الباسبورت لوكال والباسبورت نفسهم نزلناهم، والباسبورت ايضا نزلناه، وداخل التايبس نزلنا الباسبورت لوكال، هنا في عنا التايبس، هون بالنسبه للتايبس نزلنا الباسبورت لوكال تمام. هاي المواضيع يعني خاصه بالنسبه للباسبورت لوكال، وفي عنا هون طبعا استخدمناهم كاستراتيجي لحمايه الريسورسز. هون طبعا بيعمل مثلا بس موضوع الاوثنتيكيشن، لاحظوا كيف الاوثنتيكيشن راح ننزل على سبيل المثال ننزل طبعا هنا في عنا فاليديت يوزر، هاي ميثود سويناها، لاحظوا كيف حتى اذا رحت انا على اليوزر ريبوزيتوري لاحظوا مثلا في عنا فاليديت يوزر باسورد، نفس الموضوع باخذ الايميل والباسورد، واذا فعليا هنا اخذ اليوزر نيم، لكن انا اخذت مثلا الايميل حسب، يعني كل واحد له بريفرنسز بالاختيار. عموما هون استخدم البيكريب جي اس، اوف كورس ان ريال ابلكيشن يو ود نوت ستورد باسورد ام لينتكس، استخدمنا البيكريب جي اس على اساس انه اذا رحنا على اليوزر ريبوزيتوري استخدمنا البيكريبت جي اس على اساس يعني نعمل هاشنج للباسورد مع السولت تمام. فاذا رحنا مثلا هنا على البيكريبت، هاي هي الميثود الخاصه بالبيكريبت، في عندنا الفاليديت لليوزر نيم والباسورد تمام. وفي عندنا ايضا في عندنا هنا بالنسبه لللوجين كنترولر، لاحظوا هنا استخدم اليوز جاردز، استخدم الاوث جارد واللوكال، هي عباره ايضا عن استراتيجي مش راح نستخدمها احنا اللوكال، استخدمنا الجي دبليو تي. في عنا بالنسبة للبوست لاحظوا هذا بس يعني هذا الكنترولر محمي عن طريق الجاردز، زي ما استخدمنا داخل مثلا الميوزك كنترولر استخدمنا شيء يسمى اليوز جاردز. اوكي في عنا غير اليوز جاردز مواضيع اخرى، طبعا هاي المواضيع يعني انه انتم فهمتوها من طريق الاوثنتيكيشن، انه شرحنا الاوثنتيكيشن بشكل تفصيلي. في عنا هون طبعا الباس جي دبليو تي نزلناها واستخدمنا الجي دبليو تي كاستراتيجي تمام. هون طبعا لاحظوا هذا انا سميت الجي دبليو تي كونستانت، في عندنا الاوث كونستانت استخدمناهم، ولاحظوا عمل جي دبليو تي موديول دوت ريجستر زي ما استخدمنا داخل الاوث موديول، عملنا ريجستر للجي دبليو تي موديول، اعطيناه سيكريت كي واعطيناه ساين اوبشنز، باخذ الاكسبريشن ديت، لاحظوا هنا عباره عن بعد 60 ثانيه بينتهي اللوج ان والسيكريت كي الخاص بهي الباسبورت. في عندنا امبلمنتنج باسبورت استراتيجي، لاحظوا هون في عندنا هاي الباسبورت استراتيجي، هي عباره عن باسبورت استراتيجي خاصه بال عن طريق الجي دبليو تي استراتيجي تمام. تستخدم التوكن، يعني هي بتعتمد دائما اعتماد كامل على التوكن على اساس انه احدد هل يوزر لوجين ام لا تمام. بعد هاي العمليه طبعا في عندنا الجي دبليو تي موديول سيكريت والجي دبليو تي كونستانت نفس الموضوع. في عندنا الجي دبليو تي هون طبعا سوى جارد معين لوكال اوث جارد، طبعا في عندنا اكثر من نوع للجارد، واحنا سوينا فعليا بالنسبه للجارد في عندنا accepted auth guard, admin guard, user auth guard، ويوجد عندنا طبعا هاي هي العمليات. طبعا هون الديفولت استراتيجي عباره عن الجي دبليو تي والريكوستد، انا مش راح استخدم يعني احنا معظم هاي المواضيع شرحناها بالنسبه للجارد، فمش راح اقدر ارجع عليها لانه شرحناها بشكل تفصيلي. طبعا هون في عندنا بالنسبه للداتابيز، طبعا الداتابيز تستخدم راح نستخدم شيء الريليشنال مابر، وهو عباره عن التايب اور ام، استخدمناه التايب اور ام وفعليا حددنا العلاقه بين الانتيتيز، اذا رحت على سبيل المثال بين اليوزر انتيتي تمام، اليوزر انتيتي
اللي استخدمنا التايب اور ام وحددنا هذا عباره عن كولومز، هذا عباره عن برايمري كولوم وجنريتد. كل مره بنشئ رو راح يزيد الكولوم بواحد. هنا باسورد كولوم، بامكاني ممكن اكتب هذا التايب انه عباره عن تكست، يعني راح تكون عباره عن التايب هذا مثلا. هون طبعا ممكن اخذ التايب الخاص باليوزر نيم راح يكون عباره عن تكست، بس مجرد اوبشنز يعني. بس يعني هيك في عندنا هذا التايب اور ام. لاحظوا هذا عمل كونكشن مع الماي اس كيو ال، احنا استخدمنا كونكشن مع البوستجريس اس كيو ال. تمام، في عندنا على سبيل المثال هذا التايب اور ام مودول دوت فور روت، اني بستخدمها داخل الاب دوت موديول. تمام، في عندنا الاب دوت موديول زي ما احنا ملاحظين استخدمنا التايب اور ام مودول دوت فور روت، بنعطيه التايب اور ام موديول اوبشنز بنستخدمها. تمام، في عندنا بالنسبه للاوبشنز طبعا احنا شرحنا هذا الموضوع كله بالفيديو السادس الكونكشن مع البوستجريس اس كيو ال. لاحظوا هذا عباره عن كولوم، كولوم صنفنا الكولومز هذا مع الكونكشن مع الماي اس كيو ال. اوكي، طبعا هنا مثلا اليوزر موديول، طبعا كل ما نعمل مثلا انتيتي. تمام، لاحظوا في موضوع جدا مهم. على سبيل المثال راح اروح على الميوزك. تمام، الميوزك على ميوزك موديول، اذا كان في عندي ريبوزيتوري. تمام، اذا كان في عندي ريبوزيتوري داخل هاي الانتيتيز ما بكتبش ميوزك بس لحالها، بكتب ميوزك ريبوزيتوري على اساس انه الفانكشنز اللي داخل هذا الريبوزيتوري زي الجيت فلتر ميوزكس، جيت فلتر ليميتد ميوزكس راح تكون فعاله. لكن اذا ما كانش ريبوزيتوري زي موضوع مثلا البروفايل، تمام، بعمل بس تسجيل للانتيتي نفسها من دون ما يكون في عندي ريبوزيتوري. تمام، هاي موضوع جدا مهم انكم يعني واحد ينتبه عليه. تمام، في عندنا هون طبعا اليوزر، يوزر سيرفيس، طبعا لاحظوا هذا كله بيستخدم الانجكت، يعمل انجكشن للريبوزيتوري بالنسبه لليوزر ريبوزيتوري. في عندنا طبعا الريليشنز 1 تو 1، 1 تو ماني، وماني تو 1، وماني تو ماني. طبعا لاحظوا هون عمل علاقة 1 to many بين اليوزر والفوتوز. هون عمل علاقة طبعا في عنا add load entities. طبعا هذا auto load entities، طبعا الانتيتيز كاملة راح يعمل لي load إلها للداتابيز بشكل تلقائي. في عنا هون طبعا بالنسبة للكويري رانر، طبعا هون مثلا استخدمنا الكويري، هون الكويري رانر احنا ما كناش مهتمين فيه، لكن كنا مهتمين في عنا الكويري مانجر، وفي عندنا ايضا الانتيتي مانجر. طبعا بالنسبه على اساس انه مثلا كمان في عندي كرييت كويري بيلدر كنت مستفيد منهم على اساس اني اعمل كويريز بداخل الداتابيز. في عندنا طبعا المايجريشنز، طبعا هاي المايجريشنز هي خاصيه للسينكرونايزيشن، انه اي شيء بصير بالنسبه للاي بي اي على الداتا على الكولومز بشكل عام لازم اعمل له مايجريشن، يعني راح يتعدل على الداتابيز نفسها. تمام، فهذا مثلا ممكن عندي اكثر، هذا طبعا NestJS وتايب اور ام بامكانك داخل اي بي اي نفسه تشبك على اكثر من نوع من داتابيز. لاحظوا مثلا شابك على ماي اس كيو ال، شابك على بوستجريس على سبيل المثال، هنا عمل كونكشن مع الداتابيز. لاحظوا في عندي اللي هو الداتابيز والانتيتيز الخاصه فيها عباره عن يوزر، وهي داتابيز اخرى الانتيتيز الخاصه فيها اسمها البوم. هون طبعا الفور فيتشر يوزر، هون طبعا انجكشن كونكشن، هون طبعا الانتيتي مانجر كنا مهتمين فيه. تمام، يعني مواضيع كامله بالنسبه للداتابيز احنا شرحناها، كيف نعمل علاقات، كيف نعمل اس كيو ال كويريز، يعني حتى هون مواضيع على مستوى هذا الدوكيومنتيشن ناقصه، مش كامله كلها. فيعني احنا مهتمين يعني احنا استخدمنا معظم المصطلحات ومعظم الامور، فبالتالي يعني مش راح اهتم اكثر. هون طبعا حتى موضوع الريليشنز بين تيبلز والتيبلز استخدمناها. تمام، يعني معظم الامور حاليا بطلت مهمه لانه عملنا احنا، لكن ضايل عندكم موضوع المايجريشن، بس بتمنى انكم تقرؤوه على مستوى كبير، يعني مش على مستوى بس NestJS، يعني بس تقرؤوه كمعلومات، لانه المايجريشنز عباره عن مصطلح عام داخل الاي بي ايز بشكل عام. لانه لما نيجي نعمل مثلا تعديل على الاي بي ايز زي ما حكينا على الكولومز او اي على داتا معينه او الريليشنز بينهم، فهذا المايجريشنز المفترض انه انا اعمل له مثلا افكت. تمام، وهذا الافكت لازم يروح على الداتابيز ويعدل عليها. تمام، هاي بالنسبه للمايجريشنز. هون طبعا المونجو دي بي احنا ما استخدمناش المونجو دي بي، لكن التايب في عندنا المونجوز. طبعا هون بامكاني استخدم المونجوز لايبرري وعمل، لاحظوا زي في عندنا الانجكشن للمونجوز لايبرري واستخدام الديكوريترز الخاصه فيها بانشاء الكولومز، حتى بنسميهم دوكيمنت طالما مش كولومز. تمام، داخل المونجو دي بي. المونجو دي بي اللي حاب يستخدمها طبعا بتمنى انه ما يبلش فيها من النست جي اس، يبلش فيها بدوره النست جي اس، بدوره النود جي اس والاكسبريس جي اس والمونجو دي بي. تمام،
هنا configuration. بالنسبة للconfiguration احنا فعليا مش مهتمين فيه، لكن الconfiguration هو عبارة عن module تمام، بيكون في داخلها زي ما عملنا مثلا داخل config.ts، بيكون بدل ما يكون فايل معين بيكون عبارة عن module كامل بيكون فيها عبارة عن أكثر من داتا، وهي الداتا طبعا نستفيد منها على مستوى المشروع كامل، بعملها import كل المشروع وبستخدم الداتا الخاصة بالconfigurations تمام. في عندنا validation زي ما تكلمنا عنه، في عندنا الفاليديشن بارس ان بايب، تكلمنا احنا عن الفاليديشن واستخدمنا البايبس اوكي. طبعا هنا في عندنا الاوتو، في عندنا شيء يسمى نيو فاليديشن بايب، هذا الفاليديشن بايب نستخدمه احيانا لما نكون مشتغلين على الكلاس فاليديتور اللي تكلمنا عنه. لاحظوا هذا كلاس فاليديتور، هذا از ايميل از نوت ام بي تي تمام. فهي الفاليديشن بايب راح يطبق هاي الشروط لما احطه، متى لما احطه على الدي تي او نفسه تمام. فاذا رحت على الدي تي او على سبيل المثال، هنا في عنا بالنسبة لل في عنا new validation pipe، فلما استخدم هاي validation pipe على الكنترولر أو على البادي على سبيل، إذا استخدمته هون على البادي فبالتالي راح يطبق هاي الشروط وممكن يبعث لي error كالتالي bad request إنه data not valid زي الإيميل مثلا. وفي عنا موضوع الكاشينج والserialization والtask scheduling مش راح أتكلم عنهم، لكن ممكن أتكلم على ال security. في عنا 3 libraries ممكن نستخدمهم. أول library اسمها الهلمت، طبعا الهلمت هي بتستخدم بتحمي بالنسبة للريكوست القادمة تمام، راح نعطيه هيدرز ثابتة تمام. الهيدرز الثابتة ممكن أنا أعطيها، إذا كان في تغير على الهيدرز هاي فأنا راح أرفض هذا الريكوست تمام. فبس استخدامها بسيط جدا، بس بكتب npm install save dash dash save helmet. وطبعا بالنسبة للهلمت بكتب app.use helmet، هي عبارة راح تكون عبارة عن middleware تمام. طبعا ممكن استخدم انزل الهلمت، طبعا راح اروح عند الكود هنا عفوا لازم انا ازيح التايب هنا، في عندي داخل اليوزر انتيتي ارجع الداتا زي ما هي تمام. راح اروح عند راح اروح عند هنا اعمل مثلا فور اكزامبل سي ال اس عفوا واي، اعمل كانسل للسيرفر وراح احكي له مثلا ام بي ام install dash dash save helmet اوكي. طبعا بعد ما نزلت هذه اللايبرري راح نيجي عند main.ts اوكي. راح نيجي مثلا دوت راح يحكي انه مثلا قبل ما يعمل listening، راح نيجي مثلا قبل حتى بعد ما يعمل creation للاب تمام، راح نيجي مثلا نحكي انه app.use تمام. هاي لما نيجي نحكي انه app.use عبارة عن middleware تمام، فممكن يجي نحكي انه course تمام، مفروض انه يجي نكتب course. طبعا هذا course مش موجود حاليا، لازم نحكي انه مثلا import عفوا مش الcourse هون، الهلمت تمام الهلمت اوكي. طبعا الهلمت مش موجودة فلازم اول شيء اعملها import، فبكتب import all as helmet from helmet تمام. هاي هي الباكج اللي احنا لازم نستخدمها. وطبعا هنا app.use helmet زي ما هو موجود داخل داخل documentation، وبالتالي اعتقد الامور الى الان تمام يعني بالنسبه لاستخدام الهلمت. وفي عندنا غير الهلمت طبعا في عندنا باكج اخرى اسمها الكورس. الكروس هي عباره عن كروس اوريجين ريسورس شيرنج، انا اللي كل الاي بي اي هذا اللي قاعد ببنيه عباره عن ريسورس تمام. هلا مثلا اذا بدي يجي اي بي اي بدي يشبك منه تمام، اي اي بي اي ممكن يعني يجي يشبك منه، فمش منطق تمام. فالكورس بتخليني تمام بتحدد الليميتيشنز او مثلا مين ممكن يشبك من هذا الريسورس تمام. فاستخدام الكورس بسيط جدا، فيش داعي اني مثلا اجي احكي انه npm install dash dash save تمام. فبس فقط باجي بحكي انه هنا app.use app نفسه دوت في عندنا use course اوكي. هاي الميدلوير اللي ممكن اعطيها، طبعا هنا app.use عفوا app.use course، في عندنا اسمها app.use عفوا app.enable course enable course. بامكاني ممكن اعطيه انه course option تمام. طبعا الكورس option course option اذا كتبته زيك مثلا الكورس option من المفترض انه مثلا اذا بدي اجي عليها من المفترض انها تكون عندها خطوه يعني في لها خيارات تمام. هون طبعا course options import مثلا بدي اشوف مثلا شو الاوبشنز اللي داخل هذا الكورس، راح اروح على declaration or usages. طبعا في عندنا origins وشو الميثودز تمام،
مثلا ممكن الاوريجن string في عندنا الميثودز، ممكن اكتب مثلا هون طبعا على سبيل المثال app.useCourse، طبعا هون مثلا ميثودز بدي احدد الميثودز، طبعا الميثودز ممكن array of string، ممكن احكي له انه post بدي اياك تستخدم البوست الجيت الباتش الديليت، تمام؟ يعني غير هذول الميثودز مش راح يستخدم، تمام؟ هاي هي الميثودز، تمام؟ يعني ممكن يعني انه هاي الميثودز ممكن يستخدمها، تمام؟ في عنا غير هذا الموضوع اذا رحنا هون طبعا في عنا الالو هيدرز، تمام؟ الالو هيدرز طبعا بالنسبه للهيدرز يعني الهيدرز الخاصين مثلا الاوثرايزيشن، الهيدرز الخاصه مثلا بالمواضيع اخرى. طبعا هون كريدنشلز، اذا كان في كريدنشلز ممكن اعطيه هذا عباره عن بوليان. الكريدنشلز هل بي يعني هذا هل هو الاي بي اي القادم بدي يعمل مثلا كونكشن مع هذا الاي بي اي مع كريدنشلز، فراح اكتب هذا عباره مثلا ترو فور اكزامبل، هذا عباره انها عباره عن بوليان. وفي عندنا اوبشنز اخر اسمه ماكس ايج، طبعا هون بحكينا انه كونفيجر ذا اكسس كنترول ماكس ايج بالنسبه لهذا الكورس كم راح يكون عمره هذا الكورس، ممكن اكتب ماكس ايج، هذا عباره عن نمبر ممكن احكي له عباره عن 100، تمام؟ هنا في عنا brief flight continue whether to pass course brief flight response. صراحة أنا نفسي مش عارف هذا الـ option، لكن بالنهاية هنا طبعا بالنسبة للـ origin طبعا access control allow origins، طبعا هي عبارة عن boolean، بإمكاني مثلا هنا الـ origin، تمام؟ الـ origin راح تكون عبارة عن string، تمام؟ هون ممكن أحكي له إنه allow access control allow origins، بس هي عبارة عن enable course حاليا، انه ما في اي يو ار ال بامكانه يشبك على هذا الاي بي اي، تمام؟ فانا راح اطمن بالي من هاي الامور. طبعا في عندنا ممكن يعني مواقع بالنسبه للاكسبريس جي اس احيانا بيستخدم انه بس موقع معين بامكانه يستخدم هذا بامكانه يستخدم هذا الريسورس، لكن احنا بشكل عام مش راح اكتب ولا شيء حاليا، يعني راح اعمل له فقط التالي خلص، يعني مش راح مثلا اكتب بشيء غير هيك، مثلا بس راح احكي له ان انيبل كورس، تمام؟ مش راح اعطيه اوبشنز. عموما في عندنا مثلا واحدة اخرى اسمها سي اس ار اف، وهي عباره عن كروس سايت ريكويست فورجري، طبعا بيستخدموها هاي عباره عن لما يجي عندي اتاك على هذا الموقع، اذا كان في عندي ماليشيس اكسبلويتون، طبعا الاكسبلويت اوف ويب سايت، هون طبعا لما يكون في عندي انه لما يكون في عندي اتاك، تمام؟ انه اذا كان اليوزر غير موثوق فيه هذا الاتاك، طبعا بيسموه انه سي اس يو ار اف. اوكي، طبعا اذا بدنا نزله هذا السي اس يو ار اف، انا صراحه مش خبره بالهاكينج، لكن بشكل عام اكيد يعني بامكانكم يعني مثلا تسالوا اشخاص معينين عن هذا النوع من الاتاك، ويعني تاخذوا معلومات كافيه منه. لكن احنا راح ننزل هاي الباكج ونستخدمها كميدل وير. طبعا وهون طبعا راح نستخدم شيء اسمه الاكسبريس ريت ليميت، كم عدد الريكوست اللي ممكن تيجي خلال مثلا مده معينه، تمام؟ يعني مثلا خلال بالنسبه للويندوز فور اكزامبل هون بحكي لنا انه 15 دقيقه عدد الريكوست اللي ممكن تيجي 100 ريكوست، تمام؟ غير هيك بزبطش. هذا بالنسبه للريكوست، تمام؟ هاي بالنسبه للريكوست. طبعا هون في عندنا تراست بروكسي، انه شو الهوست اللي ممكن انا اثق فيه. هون طبعا يعني في عنا التراست بروكسي، صراحه انا نفسه مش عارف يعني شو هو التراست بروكسي، لكن بشكل عام انه البروكسي انا بتذكر انه شو هو، في عنا كونفيجريشن خاصه بالبورت وما الى ذلك، تمام؟ يعني ايش موضوع مواضيع خاصه بالشبكات، تمام؟ فهون راح ينزل هاي الموديولز الخاصه بالسي اس يو ار اف، تمام؟ طبعا بعد ما نزل هذه اللابري راح اروح على راح اروح على الكود. طبعا وهنا راح استخدم هاي السي اس يو ار اف، فراح اكتب مثلا فقط زي هيك، طبعا السي اس يو ار اف، راح اروح على الكود هنا وراح احكي له تحت الكورس يعني تكون مرقمه، تمام؟ تاكد انه ما يكونش في شيء تحت الليسن، تمام؟ طبعا هون الاس اس يو ار اف راح اعملها امبورت اول اس كذا اس سي اس يو ار اف فروم هون طبعا اس سي اس يو ار اف، اوكي، زي ما هو موجود داخل نفس ما هو موجود داخل الدوكيومنتيشن. وفي عندنا الريت ليميتنج، طبعا بامكاني انا اعمل ام بي ام انستول لهي الباكج، هاي بس خاصات بالسكيورتي، تمام؟ هذا الموضوع خاص بالسكيورتي بالنسبه للنست جي اس، يعني اني مثلا انا هنا موجود داخل السكيورتي، اوكي؟ طبعا هون راح ينزل هذه الباكج. طبعا بعد ما نزل هذه اللابري راح اروح على انسخ هذا الكود، طبعا app.use rate limit،
يعني انا مش مهتم حاليا بالنسبه لهي الامور، لانه ممكن احسب الريكويرمنت كلها بتصير، طبعا حسب الريكويرمنت الخاصه باليوزر. طبعا هون بالنسبه للريت ليميت راح اعملها امبورت اول اس الريت ليميت فروم، طبعا الفروم الريت ليميت. اوكي طبعا الريت ليميت هي نفس الباكج اللي احنا هون، طبعا اكسبريس ريت ليميت اساس انه ما نخربطش، هون اكسبريس ريت ليميت. تمام، هذا الموضوع اللي احنا لازم يكون يعني لازم نعمله. هون طبعا بالنسبه للويندوز هون بيحكي لنا انه الريت ليميت اوبشنز، اول شيء بالنسبه للويندوز فور اكزامبل انه اذا خلال 15 دقيقه اذا انه كان عدد الريكوست اكبر من 100 راح فعليا يمنع الريكوست من هذا الريسورس. تمام، هاي هي الخطوات الخاصه بالنسبه للسيكوريتي. في عندنا مثلا ايضا اب يوز تراست، هون طبعا بالنسبه للبروكسي، لكن مش راح استخدم هذا البروكسي. طبعا ممكن اجي اعمله هون طبعا تحت الريت ليميت. اوكي اب يوز تراست بروكسي وانا واحد، يعني من هاي الامور. طبعا في عندنا امور اخرى مثلا زي على سبيل المثال لما نيجي نعمل هون طبعا لسن، ممكن احكي انه بروسيس دوت، في عنا env دوت environment دوت port or 3000. ليش هاي الخطوة؟ لأنه لما نيجي نرفع على سيرفر الهوست كل مرة راح يعطينا بورت، فهذا البورت راح يجي من الهوست راح يتخزن هون. تمام، لكن حاليا مش مرفوع على سيرفر، لكن هاي العملية تحسبا إذا في عملنا له ديبلوي لهذا المشروع. تمام، إما على البورت اللي راح يعطيني إياه السيرفر أو إما على بورت 3000، هاي هي العملية. في عنا بالنسبة طبعا بالنسبة هاي للسكيورتيز الكيوز مش راح اتحدث عنها. في عندنا اللوجر، اللوجر احيانا نستخدمه على اساس انه نعمل لوجينج بالنسبه للمشروع، احيانا ممكن نعمل لوجينج على فايل. هذا اللوجر طبعا في عندنا ميثودز لللوجر زي اللوج والايرور والورن والديباج والفيربوس. هون طبعا بالنسبه لللوجر، طبعا اللوجر بس مضيفته زي اللوجينج، بس مجرد لوجينج مسجات يعني. تمام، اللوجر لكن مش زي الكونسول، هو فعليا اللوجر وظيفته انه احيانا بامكانه يعمل لوجينج على فايل، على فايل خارجي غير السيستم نفسه. تمام، على اساس انه المينتنس ديفلوبر يشوف فعليا انه لحظه مثلا عباره عن لوجينج. تمام، احيانا اللوجينج بصير زي هيك يعني على مستوى النفس، لما يجي مثلا يعمل لي انه نست جي اس كرييت ابلكيشن ستارتد، يعني هيك بيكون اللوجينج، مش زي الكونسول دوت لوج، مختلف تماما عنه. تمام، طبعا في عندنا الفايل ابلود تكلمنا عنه واستخدمنا مكتب الخاص في الملتر. هون طبعا الابلود لاحظوا هذا استخدمنا الفايل انترسبترز وشرحنا زي موضوع فور اكزامبل البروفايل كنترولر، استخدمنا الفايل انترسبترز الفايل انترسبتر، واستخدمنا الاي دبليو اس، واستخدمنا طبعا الشيء الخاص بالفايل ستورج الديسك ستورج. ولاحظوا زي ما انتم هون في عندنا الابلود، هنا اذا بدي اعمل ابلود في عندنا استخدام، طبعا احنا عملنا ابلود لفايل واحد، اذا بدي احمل اكثر من فايل هون في عندنا ملتيبل فايلز. لاحظوا راح بس احدد اسمهم داخل فايل انترسبتر، هون استخدمت انا الفايل انترسبتر، لكن هون راح استخدم الفايل فيلدز انترسبتر لانه في عندي اكثر من فيلد. تمام، انا هون عندي فيلد واحد، هون اذا بدي اعمل اني فايل تمام بس بستخدم الفايل يوز انترسبترز اني فايل انترسبترز، يعني الانترسبترز هم فعليا بيساعدونا بالعمليات انه الهاندلنج للفايلز. تمام، وهون طبعا بعمل ريجستر بالنسبه للستاتيك فايلز. تمام، هاي العمليه. وما ننساش انه داخل ال هون طبعا بالنسبه للاب مين دوت تي اس انه نعمل هون يوز ستاتيك اسيتس، نعمل هون ميدل وير خاصه بالنسبه للستاتيك فايلز. تمام، وفي عندنا هون طبعا اتش تي تي بي موديول، ال HTTP module إذا بدنا نعمل connection بين API و API، لاحظوا هذا عبارة عن API وعامل connection مع API آخر. تمام، هون طبعا عندنا ال MVC، ال MVC هي عبارة عن model view controller، عبارة عن design pattern، يعني بستخدم الموديل والفيو والكنترولر لما نيجي نعمل ال view engine. طبعا أنا هون مش بستخدم الموديل والكنترولر، مش مستخدم view، يعني view عبارة عن angular، لسه ما عملناش يعني render ل HTML وصفحات HTML و CSS وما إلى ذلك. تمام، هون بستخدم شيء يسمى الهاندل بارز، الهاندل بارز عبارة عن view engine، يعني بيعمل لك عرض. طبعا لازم أنا أعمل set للstatic files أو الstatic views، هاي عبارة عن middlewares خاصة بالstatic views اسمها views، وراح يعمل فعليا يعمل rendering لما يجي request على سبيل المثال يكون على الindex، راح يعمل render، هاي عبارة عن decorator render ممكن لصفحة HTML. تمام، فيعني سهل الموضوع طبعا هنا بالنسبه لهي الملفات. في
في عنا البيرفورمانس الفاستيفاي. طبعا في عنا موضوع مهم جدا انه الفاستيفاي بالنسبه للنست جي اس بطيئه جدا احيانا لما يكون المشروع كبير، لكن في عنا حل كثير مناسب انه نستخدم الفاستيفاي. الفاستيفاي هو انفايرمنت بتختلف عن الاكسبريس. النست جي اس تستخدم الاكسبريس، لكن النست جي اس الفاستيفاي بتحكي لنا انه انا بامكاني اعمل انتجريشن مع نست جي اس، بالتالي استخدمني تمام اذا كان في عندك بطء. فلاحظوا هنا فاستيفاي از ماتش فاستر ذان اكسبريس. تمام، اذا بنزل فاستيفاي بس بعمل npm install داش داش سيف بلاتفورم فاستيفاي، بسيطه جدا العمليات. وداخل الاب بدل ما اكتب مثلا نست اكسبريس ابلكيشن زي ما موجود هنا نست اكسبريس ابلكيشن، بكتب نست فاستيفاي ابلكيشن، وبعمل هون طبعا بحدد الاب دوت موديول اب موديول، وبحدد جنب بحط فاصله وبكتب نيو فاستيفاي ادابتر. هذا الادابتر راح يساعدني انه يعمل الريسبونس راح يكون اسرع بالنسبه لما يجي الريكوست. تمام، هذا بالنسبه للفاستيفاي. طبعا هذا يكفي الى هذا بالنسبه للفيديو هنا، راح يعني اكتفي بهذا القدر. وبالفيديو القادم راح يكون بس موضوع بسيط نتكلم بس يعني لمحه عن المايكرو سيرفيسز والريسيبيز ايضا. ويعني بتمنى كان فيديو مفيد عن بالنسبه لهذه المواضيع واستفدتم. يعني انه اي سؤال بيجي على اي موضوع بتمنى انكم تحطوه بالتعليق. يعطيكم العافيه وان شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم.